هل ستتحول صحراء الربع الخالي إلى جنات ومروج خضراء؟ وهل ستجري الأنهار على أرض الإمارات مجدداً؟ وهل ستنتشر بحيرات زايد حول الإمارات؟ وهل سيكون سور الإمارات الأخضر العظيم أول أسوار العالم الخضراء؟ وهل سنتفاجأ بالدببة القطبية والبطاريق على ساحل إمارة الفجيرة مع جبل جليدي عملاق؟ من يدري، قد يصبح الخيال حقيقة والمستحيل واقعاً على أرض الإمارات مع كتاب الربع العامر.